الرئيس السيسي يطلق رسميا منصة مصر الرقمية ويشدد على أهمية تغيير ثقافة التعليم في مصر. إعلامي مجلس الوزراء ينفي إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى. الفاو تطلق مشروعا جديدا لإنقاذ المحاصيل الزراعية في أوكرانيا لسد الفجوة الغذائية في العالم. الثالثة مساء من التلفزيون المصري الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية بشكل رسمي. يأتي ذلك إيمانا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا منا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري. على بركة الله أعلن الإطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية. وضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لديها استعداد لتوفير 12 مليار جنيه للصرف على تعليم 100,000 دارس لديهم مقومات كبيرة. لما عملنا مسابقة طلع 111، مش كده؟ أنا بفكركم بالموضوع. وساعتها قابلني الدكتور خالد وزير التعليم وقال لي الرقم ده احنا لو عملنا مسابقه زي كده هنجيب عدد اكتر من كده، مش كده يا فندم؟ مش كده يا دكتور؟ وانا بقول الكلام ده يا ريت والله يا خالد، انا اتمنى ان احنا، وانا بقول لكم للمصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، والله العظيم لو اتوجد 100,000 دارس عندهم المقاومات دي لاصرف عليهم ال 10 12 مليار جنيه في تعليمهم. انا بقسم بالله هاتوا ال 100,000. وحول الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال التحول الرقمي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول لا تعيش ولا تزدهر إلا بالبناء والتنمية مع الصبر والتضحيات. لكن الهدف اللي أنا بقوله ده عشان كتير من اللي بيسمعوني، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده من 4 5 سنين، وحد يقول إيه أنتوا بتعملوا العاصمة ليه؟ أنتوا معاكوا فلوس للحكاية؟ أنتوا ما تدونا الفلوس دي نعيش بيها. البلاد ما بتعيش كده. اتفضل دكتور مايت. البلاد ما بتعيش كده. البلاد بتقعد تبني وتعمر في نفسها عشان تاخد مكانها وسط الأمم. عشان تاخد مكانها وسط الأمم، وده ما بيجيش غير بالأفكار والصبر والتضحيات. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تستهدف شبابا على أعلى مستوى بالتعليم التكنولوجي. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تغيير ثقافة التعليم وليس مناهج التعليم، وأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والأسر. ثقافة التعليم اللي احنا ماشيين بيها، ثقافة التعليم وليس مناهج التعليم اللي احنا ماشيين بيها، ثقافة التعليم محتاجة إن هي تتطور وتتعدل. كل هدفكم ان الولاد يبقوا معاهم والبنات معاهم شهادات، وبعدين ما يبقاش في فرص عمل ليه.
النهاردة بعد ما بنشرح الشرح ده وبنتكلم في النقطة دي، بقى في عليه مسؤولية مننا كلنا، من الحكومة، من الإعلام، من الأسر، عشان نبقى فاهمين إن إحنا عندنا فرص حقيقية وممكن نكون ماشيين في مسار بنتعلم بيه، ولكن التعليم ده ما بيحققش المطلوب. وحول دخول المواطنين، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دخل المواطن في مصر ليس كبيرا، وأكد الرئيس السيسي أن الدخول البسيطة لن يتم تعديها إلا بعمل محترف. يبقى دخول المواطن المصري بصفة عامة دخول مش كبيرة، وبالتالي الناس بتشعر بأي ضغط في الأسعار بتتأثر بيه. فحد يقول لي طيب ما أنت عارف أهو، صحيح يعني أنت عارف أن الظروف صعبة، صحيح، بس ده خيار من اتنين: يلغي الكلام ده كله وضيع مستقبل البلد دي وأي تقدم وأي تطوير حقيقي لتغيير حياتنا، أو أن أنا أعمل الاتنين، أيسر ما أمكن حياة الناس. يا دكتور مصطفى، بأن إحنا يعني مثال، كنت لسه بكلم الدكتور علي من شوية بقول له هجموك على الرغيف اللي أنت اللي هو المعدل ده اللي هم عايزين بيدرسوه يعني، فبقول له طب أنتوا قلتوا للناس أن الرغيف ده بيتكلف 75-80 قرش اللي بيتباع بخمسة قروش؟ حد يقول لي أنت بتتكلم في الحكاية دي هنا دلوقتي؟ أنا بكلم المواطن المصري، بكلم بلدنا، بكلم الناس اللي هي أمنتنا على نفسها وعلى مستقبلها، مش بكلم، مش مقصودش أي حاجة. اللي أنا بتكلم عليهم دول أهلي وناسي، أهلي وناسي اللي أنا أتمنى إن أنا أعمل لهم أحلى حاجة في الدنيا، مش أنا بس، أنا وأتصور كل إنسان مصري مخلص في الحكومة في أي قطاع ما بنشوفوش حتى. لكن بقول لكم تاني، النهاردة الدخول البسيطة ديت مش هنقدر نعدلها غير بعمل وعمل محترف. وحول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها. وقال الرئيس السيسي أن تكلفة إنشاء المراكز الرقمية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تخطت 100 مليار جنيه. أنا لا أبالغ لو قلت لكم أن احنا عشان نخلي الحي الحكومي، مش كده يا دكتور مصطفى، الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية، سواء بأن احنا عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل للخمسين ألف موظف على الأقل اللي احنا كلمنا عليهم، ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة، أنا مش هكون مبالغ لو قلت أن الرقم، وطبعا المراكز الأخرى اللي مش كده. انتوا بتتكلموا في 100 مليار جنيه، أنا لا أبالغ، بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده، عشان كده قلت لك إيه الرقم كام. ليه بقول كده؟ عشان نقول إن الدولة المصرية لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدولة وأدائها من دولة كانت بتشتغل ورقي إلى إن هي تتكلم رقمي، ثم بنتكلم على ان احنا دي واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء اصطناعي حتى يتم ان يبقى في جزء من العمل اللي بيتم بالذكاء الاصطناعي، صح كده؟ صح كده. كام وكلفنا كام؟ We'll be right back.
وعبر الفيديو كونفرنس افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كان من أبرزها 3 محطات للإنزال البحري برأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير، وكذلك افتتاح مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات وافتتاح متحف البريد المصري، إلى جانب عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية بمختلف المحافظات. وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، تحدثت مجموعة من الشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح التي تقدمها وزارة الاتصالات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بداية عملهم في هذا المجال. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين بالمجالات كافة وإتاحة الفرصة لهم، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه تقرر انعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري. وأوضحت الشركة أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم، وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين من كافة محافظات مصر. هذا ومن المقرر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين قطاع أخبار المتحدة الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ويضم قطاع أخبار المتحدة قناة إخبارية دولية يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، كما يضم قناة أخبار إقليمية يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلا عن تطوير شامل لقناة إكسترا نيوز والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة إكسترا الحدث. جاءت البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني لتعكس قدرة الدولة على إرساء مبادئ الديمقراطية بالجمهورية الجديدة. فالحوار الوطني متاح لجميع القوى السياسية ويسعى لاستكمال بناء جمهورية جديدة أساسها دستور عام 2014. وسط ترحيب سياسي وشعبي انطلقت أولى فعاليات جلسات الحوار السياسي الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي، وذلك لإرساء مبادئ ديمقراطية في الجمهورية الجديدة. انطلق الحوار الوطني كما تعلمون جميعا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل لهذا الحوار الذي وصفه هو في دعوته بأنه حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا مع وعد بقيام سيادته بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني جاءت مع انعقاد مجلس الأمناء والبالغ عددهم 19 عضوا، حيث نظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيل الفعاليات ومواعيدها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك لإتاحة التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. اللائحة طبعا كانت محتاجة نقاش طويل قوي إزاي حنشتغل جوه الحوار ده، إزاي حيضر الحوار، إزاي حناخد القرارات فيه، فده أتمناه الحقيقة بالتوافق. أيضا كان في وثيقة الأخلاقيات بتاع والسلوكيات بتاعة العمل داخل مجلس الأمناء. الحوار الوطني متاح لجميع القوى السياسية ويسعى لاستكمال بناء جمهورية جديدة أساسها دستور عام 2014، ويعيد اللحمة لتحالف 30 يونيو بإدارة وطنية شعارها الشفافية والحيادية، وأن تكون على مساحة واحدة من الجميع. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأشاد رئيس مجلس النواب في نص البرقية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر حاليا وحل المشكلات المتراكمة عبر السنين. بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقيته تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، متمنين أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام. كما تعهد مدبولي بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء لينعم الوطن بالخير والتقدم والازدهار. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي برقيته قدم مدبولي بهذه المناسبة المباركة أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر مقرونة بأصدق التمنيات القلبية، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق للشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الدائم للبذل والعطاء ماضين خلف قيادة الرئيس السيسي الوطنية لإعلاء مكانة الأمة المصرية وحماية مصالحها وأهدافها العليا وتحقيق ما تصبو إليه من الأمال وتطلعات لمصر وشعبها العظيم. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، كذلك رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة العيد. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، كذلك رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي البرقية تعهد وزير الداخلية ببذل المزيد من العطاء والوفاء وتقديم كل غال ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن والزود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم والحرص على تدعيم ركائز الاستقرار. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية شوقي علام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة لكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وأوضح المركز الإعلامي أن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء، مشيرا إلى أنه تم تفويض مدير المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقوم بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية وبالتعاون مع المحافظات.
استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حول نتائج الدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022 والتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرنة رئيس الجمهورية للمبدعين من الأطفال والنشء من 5 سنوات إلى 18 عاما. وثمن رئيس الوزراء هذا المنتج الفكري المميز لتلك الجائزة المهمة التي تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن بتنمية مواهب الأطفال والنشء لتشجيعهم على الإبداع والابتكار. تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال التقرير المقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة حسام المصري. وجدد رئيس مجلس الوزراء الإشادة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 439 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 78 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 627 قضية خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 4 أطنان أقماح محلية. أعلنت وزارة الخارجية تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري بممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا في إطار زيارته الحالية إلى لندن. وصرح المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض خلال اللقاء مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة المصرية منذ عام 2014 من خلال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والصديقة للبيئة، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. لا الحمد والنعمة لك والملك لا.
تبدأ غدا الخميس أول أيام مناسك الحج، وهو يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحجة. وفي هذا اليوم يذهب الحاج إلى منى ضحى، حيث يصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية لكن بدون جمع، ثم يبيت الحجاج في منى حتى بزوغ شمس يوم عرفة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه للجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث انطلق مؤتمر في سويسرا لحشد الدعم لها. وفي رسالة إلى حوالي 40 من ممثلي الدول وبنك الاستثمار الأوروبي المجتمعين في إحدى المدن السويسرية، سلط غوتيريش الضوء على الأثر البشري المأساوي للأزمة فضلا عن التحديات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم يتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقق أهدافها، نافيا استهداف الجيش الروسي أهدافا مدنية هناك. وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامي، قال لافروف إن التبادل التجاري مع فيتنام تطور رغم العقوبات الغربية. وهناك حقائق واضحة تقدمها وزارة الدفاع بشكل كامل وتام، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية بصرف النظر عما يصرح عنه فولوديمير زيلينسكي أي الرئيس الأوكراني، وعلى الغرب أن يحدد مسؤوليته قبل أي شيء في المناطق الأوكرانية التي يستخدم فيها نظام كييف الأسلحة ضد شعبه. طلب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة بوقف بحوثها البيولوجية العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى ضرورة رفع السرية عنها. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن الملايين من المرضى والمتوفين والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشي للناس هي عواقب جائحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن تتحمل واشنطن المسؤولية عنها. بعد إعلان موسكو سيطرتها على لوهانسك، تتجه الأنظار نحو بلدة سلوفيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي أوكرانيا، والتي تأتي ضمن حملتها العسكرية بإقليم دونباس. وقال رئيس بلدية سلوفيانسك إن قوات روسيا تستهدف البلدة بقصف صاروخي ومدفعي. We'll be right back.
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو مشروعا جديدا بقيمة 17 مليون دولار أمريكي لإنقاذ المحاصيل الزراعية بأوكرانيا بتمويل من اليابان بهدف مساعدة المزارعين الأوكرانيين على إنقاذ محاصيلهم الزراعية. وقال مركز إعلام الأمم المتحدة إن المشروع يهدف إلى استعادة قدرة تخزين الحبوب ووظائف سلاسل التوريد من الحصاد إلى التصدير، كما يسعى إلى الحفاظ على قدرة الإنتاجية للمزارعين الأوكرانيين لتمكين الإنتاج المستقبلي المستمر. قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي إن أوكرانيا تتوقع محصول حبوب لا يقل عن 50 مليون طن هذا العام، وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن أوكرانيا سيتعين عليها تصدير ما لا يقل عن 30 مليون طن من محصول الحبوب لعام 2022. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من أزمة غذاء عالمية جراء الأزمة الأوكرانية. في غضون أشهر قليلة أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات الوفرة سلاحا دبلوماسيا في سياق الأزمة الأوكرانية، حيث يعاني أكثر من 200 مليون شخص في العالم جوعا شديدا بحسب الأمم المتحدة التي تخشى إعصار مجاعة جديدا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع. فقبل أيام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصدرت موسكو سلسلة من الإنذارات البحرية التي عزلت بشكل فعال أجزاء من البحر الأسود بالقرب من ساحل أوكرانيا التي تعد أحد أكبر مصدر الحبوب وزيوت الطهي في العالم. وفي حين تمثل الخطوات التي اتخذتها روسيا لاحقاً مثل إغلاق الموانئ الأوكرانية جزءاً من معركة جيوسياسية تخاض بالتزامن مع الحرب العسكرية للكريملين، يقول كاري فولر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الأمن الغذائي العالمي إن أهداف موسكو تتمثل في استخدام المخاوف المتعلقة بالغذاء كورقة المساومة لتخفيف العقوبات وفي مفاوضات وقف إطلاق النار وبناء النفوذ والعلاقات التجارية مع الدول غير الغربية. ومثلت روسيا وأوكرانيا 30% من صادرات الحبوب العالمية، وفي السنوات الأخيرة ازداد إنتاجهما بشكل مضطرد مع احتلال روسيا قائمة الدول المصدرة، فيما كانت أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح الثالثة. إغلاق بحر آزوف والحصار الذي فرض على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود أدى إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من الحبوب التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات الموانئ، في الوقت الذي تتواجد فيه الأسواق التقليدية لحبوب البحر الأسود في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. مرحبا بكم مجددا. حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو على مناطق القطب الشمالي والبلطيق. وقالت الوزارة إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيفاقم الوضع الأمني بالبلطيق والقطب الشمالي وستصبحان هدفا للتخطيط العسكري للحلف. كانت فنلندا والسويد قد وقعتا بروتوكول الانضمام إلى الناتو. We will formally sign the protocols of accession. لا نعتزم إقامة قواعد عسكرية في السويد وفنلندا حاليا، هكذا أعلن مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، مشترطا استكمال تلك الدولتين مسار العضوية الذي أطلقتاه هذا الأسبوع. مساعد الأمين العام للحلف ميريت شاجيوان رأى أن السويد وفنلندا لديهما قوات وطنية هائلة وأنهما قادران على الدفاع عن نفسيهما. تصريحات جاءت في وقت وقع وزير خارجية فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو، حيث أكد الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ أن أبواب الحلف ستظل مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد المساهمة في أمن المنطقة المشتركة. وفي تلك الأثناء تعهدت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسن بزيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب العملية العسكرية، في حين أكد وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو أن عملية الانضمام للناتو سيزيد من الأمن الجماعي للحلف.
وبعد إطلاق مسار الانضمام بات يقع على عاتق برلمانات الدول الثلاثين الأعضاء المصادقة على انضمام أوسلو وهيلينسكي إلى الحلف الأطلنطي، وعلى وقع محاولات انضمام السويد وفنلندا للناتو. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق تحذيراته بأنه إذا نشرت في تلك البلدين وحدات عسكرية وبنى تحتية عسكرية ستضطر موسكو للرد بالمثل وخلق نفس التهديدات للأراضي التي تنطلق منها التهديدات لروسيا. هبط سعر اليورو إلى مستوى قياسي جديد لم يبلغه منذ 20 عاما أمام الدولار، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في الإمدادات ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو، على الرغم من بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز. وهبط اليورو 0.3% إلى 1023 من ألف دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2002. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.2%. أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض بعد ارتفاعه على مدى يومين، متأثرا بتراجع أسهم شركة الطاقة مع تأثر السوق بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وهبط المؤشر نيكي 21% لإغلاق عند 26,107.65 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23% إلى 1,855.97 نقطة. هذا وقد تراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة 10% لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا ببورصة طوكيو. أظهر استطلاع أجراه بنك اليابان أن ما يقرب من 90% من اليابانيين يشعرون بارتفاع الأسعار عن العام السابق في أعلى مستوى منذ 14 عاما في ضوء العملية الروسية في أوكرانيا والانخفاض الحاد في الين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه ينبغي تسارع معدلة التضخم بمثابة انفراجة لبنك اليابان الذي يكافح لتحقيق هدف 2%. وبحسب نتائج الاستطلاع يتوقع 87.1% ارتفاع الأسعار بشكل كبير أو طفيف لمدة عام من الآن في أعلى مستوى أيضا منذ يونيو 2008. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه عازم على البقاء في منصبه رغم الاستقالات التي تقدم بها عدد من وزراء حكومته. وخلال كلمة ألقاها أمام نواب البرلمان أكد جونسون تحمله المسؤولية كاملة عن كل ما حدث خلال حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي جائحة كورونا. يأتي ذلك عقب صدور تقرير عن الحفلات التي تم تنظيمها بمقر الحكومة يطالب القادة السياسيين وكبار المسؤولين بتحمل المسؤولية عن هذه الثقافة. أعلن وزير الخارجية البريطاني جو تشرشل استقالته من منصبه، وذلك ضمن سلسلة من الاستقالات طالت الحكومة على خلفية حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا. كما أعلن وزير الصناعة البريطاني ووزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينز استقالتهما، وفضلا عن تقديم مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لورا تروت استقالتها من منصبها معربة عن فقدها الثقة بالحكومة حسب قولها. كان وزير الصحة والخزانة ساجد جاويد وريشي سوناك قد أعلنا بفارق دقائق معدودة استقالتيهما. أدى إضراب عمال السكك الحديدية بفرنسا الذين يطالبون بأجور أعلى وسط أزمة غلاء المعيشة إلى تعطيل خدمات القطارات بفرنسا. وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية إن حوالي واحد من كل أربعة قطارات عالية السرعة تم إلغاؤه، في حين عانت الخدمات الإقليمية مثل قطارات الضواحي بمنطقة باريس من اضطرابات. هذا ويطالب العمال الحكومة بزيادة عامة في الأجور تعادل على الأقل التضخم.
أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية وقوات الحوثي في لجنة التنسيق العسكري المجتمعون بالعاصمة الأردنية عمان اتفقوا على الالتزام بالتثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى. وأفاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندنبرغ بأن الطرفين اتفقا في الجلسة التي ترأسها المستشار العسكري للمبعوث الخاص العميد أنتوني هايورت على تشكيل غرفة التنسيق المشترك للتهدئة واحتواء أي تصعيد محتمل للعملية القتالية في الوقت المناسب لضمان صمود الهدنة الإنسانية في البلاد. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندنبرغ استعادته لدعم الحكومة اليمنية وقوات الحوثي لاستمرار تثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى. وشدد المبعوث الأممي على أن نجاح الهدنة يعتمد في النهاية على بناء الثقة بين الأطراف، مشيرا إلى أن هناك فرصة لمواصلة تعزيز الالتزام بالهدنة خلال فترة العيد. كما رحب المبعوث الأممي بالالتزام لجنة التنسيق العسكرية بالعمل من أجل خفض التصعيد بشكل فعال. في مثل هذا اليوم من عام 2020 رحل الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، ويعد الفريق العصار رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة. الفريق محمد العصار رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة، حفر اسمه في تاريخ الوطن بأحرف من ذهب بعد مسيرة وطنية حافلة. ولد الفريق محمد سعيد العصار في 3 من يونيو عام 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية التي تعلم فيها الكثير من الانضباط والالتزام والتفاني في حب الوطن والتضحية من أجله. وخلال حياته كتب الفريق العصار تاريخا حافلا في خدمة الوطن عسكريا ومدنيا، فكان أحد الأبطال الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر المجيدة. كما لعب العصار دورا هاما في أهم الأوقات الفاصلة في تاريخ مصر، والتي كانت أهمها خلال فترة ثورة 25 يناير عام 2011، حيث كان وقتها مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية. ولم تتوقف مسيرته الحافلة عند هذا الحد، بل ساهم كذلك في حركة التنمية التي شهدتها الدولة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة مصر، والتي طالما وصفها العصار دوما خلال تصريحاته بمرحلة العبور الثاني في تاريخ الوطن. وخلال مسيرته تقلد الفريق العصار العديد من المناصب الهامة التي أثبت براعته فيها وأدى دوره خلالها على أكمل وجه ليصبح أحد الرموز البارزة في تاريخ الوطن. وتكللت جهود الفريق العصار بتكريمه من الرئيس السيسي ومنحه رتبة الفريق فخري ووشاح النيل تقديرا له ولتاريخه الكبير. وفي 6 من يوليو من عام 2020 رحل الفريق العصار عن عالمنا تاركا خلفه مسيرة وطنية حافلة. قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 60,000 صندوق مواد غذائية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. وقامت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة ببدء التوزيع في 52 مركزا بواقع 20 محافظة من محافظات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار مبادرة وصل خير 2، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، حيث تسعى هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وسعيا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العبء عن كاهل الأسر في قرى حياة كريمة.
أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة بلغت نحو نصف مليار جنيه في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وقامت الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء كشف البيطرية عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. تواصل القافلة الطبية بإحدى قرى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ووقعت القافلة الكشف الطبي على حوالي 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانا، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا بالمحافظة. احنا هنا بنقدم خدمة الصيدلية، العلاج كله بالمجاني، المريض مش بيدفع اي حاجة خالص. عندنا فوق 120 صنف، الادوية متعددة وبتغطي جميع التخصصات اللي موجودة في القافلة. المريض بياخد العلاج بالكامل اللي بيكفي مدة علاجه بكامل، مش بيحتاج يشتريه برا، مش بيحتاج يشتري اي حاجة من برا. بعد بياخد مدة العلاج كاملة. في فريقين صرف وتسجيل بيشتغلوا بالتوازي مع بعض من الصيادلة. اول حاجه في الصرف الصيدلي بياخد التذكره، بيتاكد من اكتمال جميع البيانات فيها، بعد كده بيبدا يطلع العلاج ويتاكد من شخصيه المريض وبيتاكد ان الدواء متوافق مع حالته يعني المرضيه. أعلنت وزارة الصحة فحص 26 مليون و366 ألفا و610 سيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019 لتقديم خدمات الفحص والتوعية للسيدات مجانا بداية من سن 18 عاما. وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدتها مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بترتيبات استضافة مصر للدورة. وأوضحت نيفين جامع أن اللقاء استعرض دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، حيث يجرى حاليا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية. إلى هنا تنتهي النشرة الثالثة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يطلق رسميا منصة مصر الرقمية ويشدد على أهمية تغيير ثقافة التعليم في مصر. إعلامي مجلس الوزراء ينفي إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى. فاو تطلق مشروعا جديدا لإنقاذ المحاصيل الزراعية بأوكرانيا لسد الفجوة الغذائية في العالم. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.